السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم متابعينا. قبل أن أبدأ من فضلك اشترك في القناة بالضغط على زر الاشتراك أسفل الفيديو، ومن فضلك قم بتفعيل زر الجرس حتى يصلك كل جديد وحصري من قناتنا. نقدم لكم أسعار الدولار والعملات الأجنبية والعربية اليوم الجمعة 13 ديسمبر 2019. تابع معنا الفيديو للنهاية. سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي والبنك الأهلي الكويتي وبنك مصر إرعال التنمية 16 جنيه و11 قرش. سعر الدولار في بنك عودة وبنك كريدي أغريكول وبنك قناة السويس والمصرف المتحد وبنك سيب والبنك المصري الخليجي 16 جنيه و9 قروش. سعر الدولار في البنك العربي الافريقي الدولي والبنك التجاري الدولي CIB 16 جنيه و8 قروش. سعر الدولار في البنك المركزي المصري وبنك مصر والبنك الأهلي المصري والبنك الأهلي اليوناني بمصر 16 جنيه و7 قروش. سعر الدولار في بنك البركة 16 جنيه و6 قروش. بالنسبة لأسعار العملات الأجنبية والعربية، سعر اليورو 17 جنيه و88 قرش. سعر الجنيه الاسترليني 21 جنيه و20 قرش. سعر الدينار الكويتي 52 جنيه و70 قرش. سعر الريال السعودي 4 جنيه و27 قرش. سعر الدينار الأردني 22 جنيه و64 قرش. سعر الدينار البحريني 42 جنيه و12 قرش. سعر الريال القطري 4 جنيه و23 قرش. سعر الريال العماني 41 جنيه و74 قرش. سعر الدرهم الإماراتي 4 جنيه و37 قرش. في النهاية بشكركم لحسن المتابعة. لو عجبك الفيديو دوس لايك، وما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس حتى يصلك كل جديد وحصري من قناتنا. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.